السلام عليكم. احد الابطال طلب مننا نعمل فيديو عن تمرين العقلة والمتوازي باضافة الاوزان، ورغم ان الويتد بادي ويت هو النوع المفضل بالنسبة لي من التمرين واللي نافست فيه قبل كده وناوي انافس فيه بشكل اكبر الفترة الجاية، الا اني ما تخيلتش ان ممكن حد منكم يكون مهتم بالستايل ده من البادي ويت تريننج، فبعدها قلت ليه لا. النهاردة هيكون اول فيديو من سلسلة فيديوهات الويتد بادي ويت او تمارين وزن الجسم لكن بإضافة أوزان خارجية، والنهاردة هنتكلم عن العقلة الويتد بول أب من الأدوات اللي ممكن تستخدمها، وإمتى تضيف وزن خارجي، والأخطاء اللي أنا وقعت فيها لما بدأت أتمرن الستايل ده، وإزاي تقدر تتجنبها، والأساليب المختلفة اللي ممكن تستخدمها باختلاف هدفك من التمرين نفسه. وبدون مقدمات أكتر من كده، أنا حمدي جودة، دكتور علاج طبيعي وكاليستينكس كوتش، ويلا بينا نبدأ. خلينا نتكلم الاول عن الادوات المتعدده اللي انت ممكن تستخدمها عشان تبدا تضيف وزن وانت بتتمرن تمرين العقله. اول وابسط اوبشن متاح ليك هو شنطه الظهر. تجيب شنطه ظهر قويه عندك وتبدا تحط فيها ازايز ميه او اي حاجه تعمل وزن اضافي لجسمك. تاني أداة متاحة بالنسبة لك هي جاكيت الأوزان. جاكيت مصمم لإضافة أو فك الأثقال منه، على الرغم أني مش بفضله أبدا لتمرين العقلة، وده لسببين. أنه بيكون مصمم أنه يمسك جامد حوالين كتفك وصدرك، وإحنا أصلا بنبقى محتاجين أريحية في المنطقة دي عشان نعرف نأدي الشكل المثالي من تمرين العقلة، فهنا بفضل الشنطة لأنها مريحة أكتر. وتاني سبب لعدم توفر أصلا جاكيت الأوزان بوفرة في منطقتنا العربية. تالت وأشهر وأفضل افضل اوبشن هو حزام الاوزان. هتلاقيه متوفر على جميع منصات الشراء الاونلاين زي امازون وغيرها، وهنا بقى تقدر تضيف الطارات اللي انت محتاجها من اول 2.5 كيلو ولحد 80 و90 كيلو، على عكس الادوات اللي فاتت اللي ما تستحملش الاوزان دي. تعالى بقى دلوقتي نتكلم عن بعض النقط الهامة بخصوص الفورم اللي هتأدي بالتمرين. وأول نقطة، اوعى أبدا أبدا تيجي على الفورم في سبيل إضافة الأوزان. ساعات الغرور بيتملكنا وبنعوز نكسر وزن أو مستوى معين، فبنهمل الشكل الصحيح للتمرين في سبيل ده، وللأسف عواقب الغرور دي هتتمثل في إصابة أو إجهاد عضلي مبالغ فيه، وهتأثر بالسلب على مستواك في التمرين بعد كده. فلازم ترجع تشوف فيديوهات العقلة الخاصة بالفورم الصحيح اللي دايما بنتكلم عنها عشان تدرك الاخطاء اللي ممكن تحصل، وتصور نفسك كمان وانت بتتمرن عشان تتأكد انك مش بتطبق اي خطأ منها. رقم 2، التقدم في الوزن بيكون بمعدل بطيء جدا وتدريجي. ما تتخيلش انك هتلعب النهاردة بوزن 5 كيلو وتيجي التمرين اللي بعدها تزودها لستة وسبعة وعشرة كيلو. ما احناش بنلعب حديد يا وحش، ده وزن جسمك كامل مضاف ليه وزن خارجي. فوق معايا، ده انت كمان ممكن تقعد شهر كامل شغال غال على نفس الوزن الخارجي ده في سبيل انك تقدر تأدي بيه عدة واحدة بس زيادة او مجموعة كمان زيادة. فهدى كده وكل حاجة هتيجي بس واحدة واحدة. رقم 3، اتأكد ان الادوات بتاعك مناسبة للوزن اللي بتشيله وشكل التمرين نفسه. يعني في حالة استخدامك لشنطة الظهر فاكيد هيكون صعب تشيل فيها اكتر من 10 كيلو، ولو اتعافيت عليها هتفرقع وتتقطع منك. وفي حالة جاكيت الأوزان هيكون صعب عليك ورخم انك تأدي المدى الحركي الكامل وانت بتعمل شكل البول اب، لانه هيتحشر بين كتفك وودانك، او هيكون رخم وانت بتأدي بيه التشين اب لانه هيحك جامد في دراعك وانت طالع وممكن يعورك. وبخصوص بقى حزام الاوزان، فعن تجربه شخصيه معظم الاحزمه اللي موجوده في السوق بتستحمل كحد اقصى من 20 ل 30 كيلو، فما ظنوش هيكون عملي خاصه لو كان مستواك متقدم اكتر من كده وبتشتغل بقى على بي ارز او ريكوردز او بطولات. فانا شخصيا بعد ما الحزام بتاعي ما استحملش خيطت فيه شدات من بتوع عربيات النقل وركبت فيه حلقات حديد ولحمتها بحيث ان يكون جاهز لاي حمل ممكن. كمان في استخدامك للحزام يفضل في الاول تحط الطارات الحديد بين الفخذين عشان كل ما كان الوزن قريب للسنتر اوف جرافيتي او نقطة الثقل بتاعة جسمك كل ما كان سهل التحكم في الوزن وجسمك اكتر، لكن برضو هتضطر تنزل مستوى الوزن كل ما زادت عدد الطارات اللي بتضيفها عشان حجمها. نقطة اخيرة بخصوص الحزام واللي انا لسه شخصيا ما عدلتهاش هي اني بستخدم سلسلة حديد، وده مش افضل حاجة لانها ساعات بتخبط كتير في رجلي وبتعور الجلد، والافضل ان استبدلها بحاجة زي الحزام
الحزام او الاستراب اللي يتحمل الاوزان اللي بضيفها زي الحزام المخصص للجيمناستيك رينجز. تقريبا كده نكون غطينا بالتفصيل كل النقط اللي هتحطها في عين الاعتبار لما تيجي تبدأ تضيف وزن في تمرين العقلة. امتى بقى تكون جاهز انك تضيف وزن؟ باختصار وكقاعدة عامة، لما تكون بتعرف تجيب من 10 ل 12 عدة عقلة سواء بشكل البول اب او القبضة العادية او التشين اب او القبضة المعكوسة ببيرفكت فورم طبعا، يعني بتفعل عضلات لوح الكتف وتطلع لحد دقنك ما تعدي البار وتنزل بتحكم تاني لغاية ما دراعك يتفرد وهكذا، ساعتها تبدأ تضيف وزن وتكسر الدنيا. وساعات قليلة جدا جدا عشان ما تاخدش الكلمة عليا، بنكسر القاعدة دي مع حالات محددة مش لازم نتطرق ليها دلوقتي. بص بقى اللي جاي ده هو اكتر ثقب اسود في اسلوب التمرين بوزن اضافي على وزن جسمك. ازاي تختار وتشكل اسلوب التمرين الفعلي اللي يخدم هدفك؟ لان مفيش اجابة واضحة ولا اجابة وحيدة تناسب اتنين اصلا، فانا هحاول برضو اصغها على هيئة نقط وانت اسمعها وجربها واستنتج منها الاسلوب الانسب ليك. اول اسلوب هو اسمه الستيب لودنج، وده اسلوب بيستخدم في رفع الاثقال، وعشان زي ما قلتلك ان تمارين وزن الجسم مش بتمشي ان تزود كل تمرينة كيلو او اتنين، فانت بتعتمد وزن محدد بتقعد تتمرن بيه لفترة زمنية معينة، عدد عدات في عدد مجاميع معين لغاية ما يبقى سهل عليك وتماستر الوزن ده او تتمكن منه فتدخل على الوزن اللي بعده وهكذا. وهديك مثال سريع، لو انا مثلا بعرف العب بوزن 60 كيلو لتلات عدات وده اقصى حاجة ممكن اجيبها، فساعتها ببدأ طريقة الستيب لودنج بخمسين كيلو وابدأ اتمرن بيها تلات عدات في تلات مجاميع، تلاتة في تلاتة. التمرين اللي بعدها 3 عدات في 4 مجاميع، واللي بعدها 3 عدات في 5 مجاميع، وبعدين انا جاهز كده دلوقتي اعمل بالوزن ده 4 عدات، فهبدا تمرينه بعدها 4 عدات في 3 مجاميع، بعد كده 4 عدات في 4 مجاميع، بعد كده 4 عدات في 5 مجاميع، وساعتها خمن بالظبط جاهز ابدا العب 5 عدات، فهبدا ب 5 عدات في 3 مجاميع بنفس الوزن، كل ده بالوزن ال 50 كيلو، بعدها 5 عدات في 4 مجاميع، بعدها 5 عدات في 5 مجاميع 5 في 5. بعد ما مر بالمرحلة دي كلها اظن انا جاهز دلوقتي اشتغل على الوزن مثلا ال 55 كيلو او ال 60 كيلو. تاني اسلوب بقى واللي انا بفضله شخصيا واللي لازم تتمرنه لو لسه بتبتدي الستايل ده من التمرين، هو استخدام الوزن الاضافي على جسمك كبروجريشنز من التمارين الاساسية بتاعك، وده لزيادة القوة والحجم العضلي وبالتالي العدات اللي هتقدر تأديها بوزن جسمك الخارجي فقط. يعني مثلا تبدأ بإضافة الويت كابيلا بول اب في جدول تمرينك، بعدها مثلا النيجاتيف تشين اب، اعمل ويتد بول اب هولد وهكذا لحد ما تحس بزيادة قوة البولينج او السحب عندك بشكل عام. وبعدها بقى اتعلم الستيب لودنج لو ناوي تعتمد الويتد بودي ويت زي حالاتي كده. لو نفسك بجد توصل لشكل جسدي محترم وقوة مطلقة في التحكم بوزن جسمك او الكالستينكس سواء كنت بتتمرن في البيت او في الجيم، فانزل سجل في الرابط اللي هتلاقيه تحت وتواصل معانا عشان نساعدك على ده، او شوف البلاي ليست دي وفعل جرس التنبيهات عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد بننزله، واشوفك دايما بصحة افضل باذن الله. انا حمدي جودة، الله حافظ. سامحوني على الازعاج والضوضاء اللي في الخلفيه دي، ده قطر بضاعه بس معدي، جانا نصور بقى في مكان الجيم زي زمان، الاستديو في حاله اعاده بناء اهو، بس ركن ماشي نكمل. ده انت كمان ممكن هوبا هوبا، كل الظروف ضدنا يا جماعه مش عارف ايه.